الناخبون العراقيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب الجديد. فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لعبور العالقين والحالات الإنسانية. القوات اليمنية تسيطر على معسكر العامري الاستراتيجي في الساحل الغربي للبلاد. على 10 صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم في نشرة إخبارية تأتيكم من شاشة النيل من القاهرة. والبداية من العراق. بعد اليوم الناخبون العراقيون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وذلك في عموم البلاد، وستكون مهمة رئيسية ضمان إعادة استقرار البلاد وإعادة الإعمار التي أنهكته الحرب وذلك ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال 3 سنوات ماضية. ويدلو أكثر من 24 مليون مواطن بأصواتهم في نحو 466 مركزا للاقتراع داخل المحافظات بحسب ما أكدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رياض عبد الكريم المحلل السياسي محدثنا من العاصمة العراقية بغداد. برحب بك أستاذ رياض. تحياتي لكم وللأخوة في مصر. أهلا وسهلا أستاذ رياض. رياض، طلعنا على آخر التفاصيل الخاصة بالانتخابات ويعني سير العملية الانتخابية وكذلك عملية إدلاء الأصوات وحتى الفكر الجديد بخاص بالانتخابات العراقية وكيف سيكون المستقبل بإذن الله بالنسبة لمجلس النواب الجديد. اليوم بدأت انتخابات الدورة الرابعة للبرلمان العراقي، وهي الدورة الأولى التي تمارس اليوم بعد خلو العراق من عصابات داعش، والعراق يعيش الآن في جو من الاستقرار الأمني مما دفع الكثير من المصريين للمشاركة في هذه الانتخابات بنطاق واسع. في واقع الحال يشارك في هذه الانتخابات قرابة 7000 مرشح ويمثلون أكثر من 120 حزب وكيان. وأيضا حسب تقديرات المفوضية يشارك في الانتخابات من الناخبين قرابة 24 مليون عراقي موزعين على محافظات العراق. في واقع الحال ومن خلال متابعتنا المتواصلة لمسار الانتخابات تجد الآن الانتخابات بنطاق واسع وبسلاسة وشفافية، وأيضا خلت الساحة العراقية من أي هجمات مسلحة أو اعتداءات إرهابية. هناك تكثيف كبير واسع النطاق لقوى الأمن، والطرق فرض عليها منع التجول، وبنفس الوقت هناك توفير جو من الحماية الأمنية. النقطة على وجه التحديد النقطة الخاصة بالأمن ربما تكون مفصلية في عملية المشاركة، ونحن نتحدث عن رقم كبير يعني قرابة 24 مليون سوف يشاركون يدلون بأصواتهم. شكل التأمين الخاص بالعملية الانتخابية وكذلك شكل المراقبة، هل هناك مراقبة محلية فقط أم المراقبة هناك مراقبين دوليين حتى نطمئن على سير الانتخابات وتشير بشكل ديمقراطي؟ على النطاق الأمني المراقبة هي مراقبة محلية محصورة بقطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، هذا على النطاق الأمني. لكن على النطاق الانتخابي هناك بالتأكيد مراقبين دوليين يمثلون الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية ومنظمات في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجود أيضا متابعة تفصيلية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى المراقبين الذين يمثلون الأحزاب والكتل السياسية وهم موزعون على كل مراكز الانتخابات لئلا يقضي أن يراقبوا سير العملية خوفا من التزوير أو التلاعب بالأصوات. يعني عموما هناك سياقات قد تم العمل بها في مجال أو في مسار العملية الانتخابية من أجل ضمان سلاسة الانتخابات وعدم فضوحها
الى الضغوط والتأثيرات طيب. السياسية او التلاعب بالاصوات او التزييف. طيب سيد رياض برضو تحدث عن الفصائل الكثيرة العراقية يعني متواجدة بالنسبة يعني للإخوة الأكراد وكذلك يعني الطوائف المختلفة، هل هناك توافق كبير ام سيكون هناك ربما تحزبات كل من الطائفة التي ينتمي اليها، فبالتالي ربما يعني نرى برلمان مكون من كل الأطياف السياسية وكل على حالة يدعم الفكر الخاص به؟ الو تفضل سيد رياض، حضرتك تسمعني؟ نعم اسمعك سيد رياض، حضرتك تسمعني؟ انا اسمعك تفضل. الصوت متقطع لكن فهمت طيب. السؤال. حضرتك سمعت السؤال؟ نعم يعني بودي ان اشير الى انه الانتخابات وهذا ما اعتاد عليه العراق عندما تجري بشكل منفرد، يعني كل كيان كل كتله سياسيه كل حزب سياسي ومن خلال التحالفات التي تكونت او تاسست قبل الانتخابات تجري العمليه على نطاق يعني فئوي، خلي اقول الفئويه هي محصوره بذات الحزب بذات الكتله، لكن ما بعد الانتخابات واعلان النتائج توجد احتماليات كبيره جدا لحقد تحالفات اوسع نطاق من التحالفات التي عقدت قبل الانتخابات تهيئا او استعدادا لتشكيل الحكومه، وهذا امر طبيعي في كل انتخاب العالم انه يمكن ان تتلف من كتله او اكثر من ائتلاف من اجل تكوين الكتله الاكبر حتى تستطيع هي ان تكلف بتشكيل الحكومه المقبله. نعم. طيب هل هناك ايضا ربما الموضوع اللي دائما ما يثور ما بين حين واخر والقلق الخاص بفصل جزء من العراق واعتباره يعني جمهوريه للاكراد، وهذا ما يتكرر ما بين حين واخر، وهذا الذي وجه طبعا بالرفض منذ يعني اشهر قليله حينما ثارت هذه الفكره من جديد، هل سيتجدد هذا المطلب من جديد مع وجود برلمان وكيف سيكون التعامل في الفتره القادمه؟ القضية الكردية مع أو قضية الإقليم مع الحكومة في واقع الحال لم تحسم نهائيا، ولا تزال توجد إشكاليات وتعقيدات كثيرة، ربما أبرزها هو الاختلاف أو عدم موافقة الحكومة العراقية على دفع ما يقارب الـ 17%، وهذا مطلب الأخوة الكرد وهي الموازنة أو الميزانية المخصصة لهم، لكن هذه المسألة من كلا الطرفين إذا كان الإقليم أو الحكومة المركزية كانت هناك تصريحات ووعود في محاولة يعني فك هذه الأزمة بعد الانتخابات من خلال حوار ومن خلال أيضا تبادل وجهات نظر، والحكومة المركزية أيضا قد أشارت في كثير من تصريحاتها أنها لديها بعض المقترحات الأخرى كبديل لما تم الاتفاق عليه سابقا. الحكومة العراقية أو الحكومة المركزية تقول أن 17% هي ليست دستورية وإنما الدستوري هو 13 أو 13.5%، والزيادة التي أضيفت إلى هذه النسبة هي بشكل توافقي لا بشكل دستوري، لذلك الفرق الآن هو يعني هذه 5 أو 4% هي التي تشكل عائق، بالإضافة إلى تمسك الإقليم بحد الآن بنفط من أراضيه إلى دول الجوار أو دول العالم دون أن يخضع إلى سياسة شومو أو سياسة الحكومة المركزية في مسألة تسليم مبالغ أو موارد النفط إلى الحكومة المركزية. أعتقد بعد الانتخابات وفي ظل ظروف من الاستقرار والأمن والتوجهات الجدية نحو بناء العراق، أعتقد أن كلا الطرفين سيتوصلون إلى اتفاق من أجل أن لا يبقى في العراق أي إشكالية أو مشاكل تحول دون أن يعني تبدأ عملية الإعمار والبناء، فيما وأنه هناك مؤتمر في الكويت عقد قبل حوالي شهرين أو ثلاثة سمي بمؤتمر إعمار العراق، وبدأ الآن تفعيل نتائج هذا المؤتمر للحصول على الأموال اللازمة التي فعلا ستنفق في مجال العمار، لا على صعيد يعني الحكومة المركزية وإنما بالتأكيد ستكون لحكومة الإقليم حصة من هذه المبالغ. نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي السيد رياض عبد الكريم المحلل السياسي محدثنا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.
وفي ذات السياق كان هناك تصريحات للرئيس العراقي فؤاد معصوم أكد خلالها على أهمية المشاركة الواسعة للشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية، داعيا الأطراف والمكونات السياسية للمشاركة لإنجاح عملية الاقتراع. وكما شدد معصوم على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية. ويسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لتأكيد عزم شعبنا وثقته بالنجاح التام في تحقيق أمله بإنجاز هذه الممارسة الديمقراطية الكبرى على أفضل وجه وعلى كافة الأصعدة وأمام أنظار شعوب ودول العالم كافة، مقدرين جميعا الأهمية الاستثنائية لهذه الانتخابات العامة التي تجري في ظروف وطنية وإقليمية وعالمية دقيقة على مستوى التحديات التي ما زالت تواجه بلادنا وشعبنا على أكثر من صعيد. هذا وقد أدلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصوته في الانتخابات البرلمانية وسط حالة من الاستنفار الأمني، وقد دعا العبادي للمشاركة بالانتخابات التشريعية بشكل واسع من قبل العراقيين، مشيرا إلى الانتخابات خطوة هامة على طريق تحديد مستقبل العراق. وأضاف العبادي أن تصويت العراقيين بالخارج بعث برسالة مفادها أن جميع العراقيين موحدون في مسألة المشاركة في الانتخابات، وبخاصة أن التقديرات أشارت إلى أن نسبة مشاركة في التصويت كانت جيدة. هذا وقد أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن جميع المراكز التي عقد بها الانتخابات هي آمنة تماما. وفي غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية حالة الاستنفار الأمنية القصوى في جميع المراكز العراقية وخاصة في محافظة ديالي، وذلك في أعقاب محاولة استهداف مركزا في بعقوبة للانتخابات. على وقع الانتصارات وتحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، تجرى الانتخابات التشريعية في عموم العراق لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادي في دورته التشريعية الرابعة. اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق أكدت أن جميع المراكز التي تستضيف انتخابات اليوم آمنة تماما، وأن القوات الأمنية تقوم بعمليات استباقية لتوفير بيئة آمنة للناخبين. بدورها أعلنت الداخلية العراقية أن لديها خطط أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، داعية العراقيين إلى عدم التأثر بأي محاولات لإثنائهم عن ممارسة حقهم الديمقراطي. ما إذا ما انتخب ما يتحقق حلمنا نحن أهل الموصل. أنا ما انتخب والأخ ما ينتخب والأخ ما ينتخب، الموصل هي ضايعة ضايعة، فإذا ما ننتخب راح تضيع بالزايد، فإذا ننتخب أحسن. كما نفت الشرطة العراقية فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد خلال الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية التي أدلت بأصواتها قبل يومين ستواصل حماية مراكز الانتخابات. ومن المقرر أن يشارك نحو 24.5 مليون ناخب في عملية الاقتراع لاختيار 329 عضوا برلمانيا من بين 7367 مرشحا للانتخابات التي تجرى للمرة الأولى بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق في ديسمبر الماضي. دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري مفوضية الانتخابات لممارسة عملها بكل دقة وشفافية وحيادية، مشيرا لأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وسط تحذيرات من بعض القيادات السياسية العراقية من حدوث عمليات تزوير واسعة في الانتخابات البرلمانية. وتزامنا مع ذلك أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية معن الهيتاوي أن العملية الانتخابية تسير على نحو سلس وسط إقبال كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع. وأوضح الهيتاوي أنه لا توجد حتى الآن أي شكاوى من خروقات أمنية في عملية التصويت، نافيا حدوث أي عطال في الأجهزة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في عملية التصويت. أدلى رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي بصوته في الانتخابات البرلمانية العراقية، ودعا المالكي لضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة باعتبارها فرصة جيدة لتطوير العملية السياسية في العراق، مشيرا إلى عدم التوجه لصناديق الاقتراع يعتبر هدية كبيرة للأعداء على حد وصفه وقوله. وكذلك اعتبر المالكي مشروع الأغلبية السياسية هو البديل الأمثل للطائفية.
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مواطني الإقليم إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقد أكد البرزاني على ضرورة معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أي طرف في العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون أي تحالفات. كما شدد برزاني على ضرورة تشكيل تحالف كردستاني قوي للمشاركة في البرلمان العراقي للدفاع عن حقوق شعب كردستان، مؤكدا على حق الأكراد في الحصول على المناصب السيادية في الدولة. أبدت الهيئة العامة للاستعلامات أسفها الشديد وإدانتها الشديدين لقيام موقع روسيا اليوم بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر أم للسودان. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تعلم الرأي العام المصري أنه فور نشر هذا الاستطلاع المسيء والمستفز للحقائق الثابتة وكذلك للعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة. بدأ التشاور بينها وبين الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج على التقاليد الإعلامية المهنية وكذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وقد أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنه حتى يتم إعلان هذه الخطوات والإجراءات فقد قررت هيئة الاستعلامات استدعاء المسؤولين المعتمدين لديها عن مكتب روسيا اليوم في مصر صباح اليوم، وذلك لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيدا لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقا. قال وزير النقل دكتور هشام عرفات في تصريحات هاتفية للنيل الأخبار أن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق تهدف لتغطية الخسائر الناتجة عن زيادة مصاريف التشغيل لهذا المرفق الهام. عايزين نقدم خدمة أحسن للناس صحيح، ونحقق في نفس الوقت العدالة الاجتماعية بحيث أن هو اللي يركب 5 محطات أو 4 محطات ما يتحاسبش ده اللي بيركب 40 محطة. يعني ما فيش حد في الدنيا بيعمل كده. صحيح. احنا بص احنا صوبنا في النهايه، يعني لو انت عايزه يعني كونكلوجن، احنا صوبنا المنظومه كانت مش مظبوطه بالنسبه لشركه التسعير بحيث انها تراعي الصيانه وتراعي جزء من التحديث عشان ان شاء الله ما نيجي نحدث الخط الاولاني وما نيجي في يوم من الايام نحدث الخط الثاني نلاقي فلوس نصرف بيها على التحديث لخدمه اهلنا. استكمالا لخطط تطوير وتحديث أنظمة مترو الأنفاق وحفاظا على هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المصريين يوميا وتقديم خدمة مميزة للركاب، قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من الجمعة. وذكرت وزارة النقل أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق لعدد 9 محطات هي 3 جنيهات، وركوب عدد 16 محطة ب5 جنيهات، وركوب أكثر من 16 محطة ب7 جنيهات، مشيرة إلى أن سعر تذكرة الركوب لذوي الاحتياجات الخاصة هو 50 قرشا فقط. وأكد المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر تهدف إلى تغطية الخسائر التي تحققها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل والصيانة والعمرات والتطوير، مشيرا إلى أن الاستمرار بهذا الوضع كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الأعطال وسوء الخدمة المقدمة للجمهور. إحنا بنستعجل عشان نحاول يجي لنا فلوس بدري ونحسن الخدمة. حد سعادتك مثال بسيط جدا، احنا عندنا في الخط الاول احنا دفعنا ب20 قطر مكيف. ال20 قطر مكيف دوت احنا ما نقدرش يعني نشيل عنا من عليهم على الخط، في غرفة تحكم مركزي بترتب طريقة عملهم على الخط. لو في قطرين ورا بعض دخلوا قطاع واحد مكيفين احتمال وارد بنسبة 90% يحصل شورت والقطاع يفصل. ليه؟ لان انا محتاج ااهل محطات الريكتري ستيشن، محطات القوة أنا محتاج أأهلها. وأشار رئيس شركة مترو الأنفاق إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعي لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة هو 33 جنيها وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة هو 22 جنيها. إن لا يتأثر فئات اللي هي المحدودة الدخل زي النهاردة الطلبة، احنا الاشتراك لمدة 3 شهور ب33 جنيه 180 رحلة بتقف الرحلة حوالي 18 قرش،
بذول الاحتياجات الخاصة التذكرة بخمسين قرش وما قربنا لهاش. تاني حاجة هو ليه نوعين من الاشتراكات، في 25 محطة وخمسة وثلاثين، سعر التذكرة فيه 12 قرش يعني تقريبا ما بناخدش حاجة. بالنسبة لكبار السن احنا استحدثنا اشتراك جديد 35 محطة يعني يتحرك براحته في الثلاث خطوط، وسعر التذكرة جوه الاشتراك 75 قرش. يأتي رفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق في إطار تحديث أنظمة المترو وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة وأن الوضع المالي الحالي للشركة هو أن الإيرادات تبلغ 1.2 مليار جنيه، في حين أن المصروفات تبلغ 5.6 مليار جنيه، تشمل 1.8 مليار جنيه مصروفات تشغيل وصيانة بسيطة، و 3.8 مليار جنيه مصروفات التطوير والعمارات. تستكمل محكمة جنية القاهرة محاكمة نحو 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم المرشد العام لها محمد بديع وعدد من العناصر الموالية لهم، وذلك في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابع العدوية بمدينة نصر. كما تستكمل محكمة جنية القاهرة محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية. تضمنت الاتهامات لمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية منها مباني مديريات لأمن القاهرة ومحافظة جنوب سيناء. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وتأتي هذه الخطوة بهدف عبور العالقين والحالات الإنسانية والتيسير على الأشقاء الفلسطينيين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة شمال سيناء زميل ماهر إسماعيل. ماهر، برحب بك بداية، كيف تتابع حركة السير الخاصة بميدان بمعبر رفح والسير في الاتجاهين ما بين هذا الميدان هذا المعبر الهام؟ بداية ماهر تسمعني؟ بالفعل قررت السلطات المصرية تشغيل معبر رفح البري مع قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم لمدة 4 أيام بكلا الاتجاهين لتنقل الحالة الإنسانية والعالقين، وذلك بمناسبة احتراب شهر رمضان المعظم. الجانب اللي هو سفير فلسطين بالقاهرة ومقرر الدائم لدى جماعة الدول العربية يعني أشاد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. عملية التنقل من دائم مصر لقطاع غزة تشهد وجود عدد قليل من الفلسطينيين الراغبين في العودة القطاع اليوم بعدهم لقضاء شهر رمضان مع زوجهم والبعض الآخر يعني بعد انتهاء فترة علاجه في القرى ورغبته في العودة للقطاع. السلطات المصرية استعدت لذلك وتعمل دائما على صورة انهاء عودة الراغبين والقادمين من وإلى قطاع غزة. الدول تتم الآن عملية تنظيم إجراءات دخول العائدين الفلسطينيين إلى الجانب المصري المعبر لإنهاء إجراء السفر من قطاع غزة. دائما يشهد اليوم الأول تشغيل المعبر الحدودي مع قطاع غزة، تفقد أعداد قليلة من الراغبين للعودة للقطاع، ولكن في خلال الأيام الأخيرة بتشهد ضعف أعداد كبيرة. طبعا سنتواصل معك ماهر لنتابع المستجدات طبعا الخاصة بفتح معبر رفح في الاتجاهين على مدار الأيام القادمة وحتى الثلاثاء بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل ماهر إسماعيل مراسلنا من شمال سيناء. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب لقائه في العاصمة موسكو بمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف أن بلاده ينتابها القلق البالغ إزاء الموقف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية. ينتابنا قلق عميق إزاء جهود التوصل لتسوية للموقف الفلسطيني الإسرائيلي. الصراع بلغ نهاية مسدودة والأمر يزداد سوءا خاصة في ضوء القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس.
طلبت مجلس منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وبخاصة حقهم في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب المئات بجراح أثناء مظاهرات الجمعة السابعة من مسيرة العودة الكبرى. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت قوات الشرعية اليمنية السيطرة على معسكر العامري الاستراتيجي في الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد حصار الميليشيات الحوثي وقطع الإمدادات عنهم. وقد كبدت قوات المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي ميليشيات الحوثي خسائر جسيمة في إطار العملية العسكرية الضخمة التي تشنها لدحر المتمردين في كافة المناطق على طول هذه الجبهة، ولا سيما في مدينة الحديدة الاستراتيجية. كانت المقاومة قد نجحت وتحت غطاء جوي كثيف للتحالف في طرد الحوثيين من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز، كما نجحت المقاومة اليمنية في تحرير منطقة كهبوب الجبلية بين محافظتي لحج وتعز. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. الناخبون العراقيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب الجديد. فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لعبور العالقين والحالات الإنسانية. القوات اليمنية تسيطر على معسكر العامري الاستراتيجي في الساحل الغربي للبلاد. ختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. ملتقانا بعد قليل في جولة في عالم الصحافة العربية والمحلية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ابقوا معنا.